الحكومة الفرنسية دعت نحو 30,000 سيدة فرنسية إلى إجراء جراحات لنزع حشوات من السيليكون من نوع غير مطابق للمواصفات صنعتها شركة فرنسية أغلقت العام الماضي بعد تلقي شكاوى عديدة بارتفاع معدلات انفجار الحشوات. وأكدت الحكومة الفرنسية أنها ستتحمل نفقات كل هذه العمليات من خلال صناديق الرعاية الصحية العامة في البلاد. البروفيسور لوران لانتري عضو لجنة تحقيق في القضية وأحد أشهر جراح التجميل الفرنسيين: تم التوصل إلى قرار بسحب هذه الحشوات من الأسواق، لكن ليس هناك داعي للعجلة. فعلاقة الحشوات بالسرطان افتراضية جدا، وليست هذه هي المشكلة في الواقع، وإنما المشكلة تكمن في استخدام السيليكون المخصص للأغراض الصناعية في صناعة عدد محدود من الحشوات وليس السيليكون الطبي، وهو ما قد يؤدي إلى تفجير الحشوات بطريقة غير عادية، وهذا هو السبب في ضرورة سحبها. هذه القرارات جاءت في أعقاب تسجيل إصابة 8 سيدات بسرطان الثدي بسبب الحشوات التي صنعتها شركة PIP والتي تستخدم في تكبير الثدي. المخاوف من تسبب هذه الحشوات في الإصابة بالسرطان لم تقتصر على فرنسا فحسب، وإنما امتدت لبعض دول قارة أمريكا الجنوبية مثل كولومبيا والبرازيل والأرجنتين، والتي توجد بها سيدات تسعى لإجراء جراحات التجميل بأسعار مناسبة. لكن الأطباء في تلك الدول مثل سيلسو باركويز المتحدث باسم جمعية جراحة التجميل في كولومبيا قالوا إنه سيتم فحص السيدات التي استخدمن هذه الحشوات في حالة ثبوت أنها مغشوشة. في أي وقت يتضح فيه فساد حشوات السيليكون يتعين علينا إجراء فحوصات طبية على المريضات مثل أشعة الرنين المغناطيسي للتأكد من حدوث أي تغير طرأ عليهن أو على الحشوات، ثم يتعين نزع تلك الحشوات. وكانت شركة PIP الفرنسية تقوم بإنتاج 100,000 من حشوات السيليكون سنويا، يصدر 80% منها إلى جميع أنحاء العالم وخاصة دول أمريكا الجنوبية. خالد حسين، رويترز.